مساء الخير مشاهدينا بكل مكان. سافرنا دول مختلفة وقابلنا نجومكم المفضلين وحضرنا لكم تقارير كتيرة لتستمتعوا معنا الليلة، ولكن قبل ما نبدأ حلقتنا خلونا نتوقف مع العناوين. الليلة بعربوت كاظم الساهر يتألق بتاني ليالي الغناء بالفصحى. حفلة رائعة على جميع المقاييس الحمد لله. مين هن نجوم هوليوود الأعلى تقاضياً للأجر؟ احتفالات كثارة الخليج بألبوم الأرض ما زالت مستمرة. فواز دايماً ما يقصر معاي، وبو ناصر صلى يطول بعمره دايماً ما يقصر معانا، هي الترفيق دعم الكل يعني. المسرح القومي يكرم اسم الراحل محمود ياسين. المسرح القومي اللي هو بيمثل الحلم الكبير كان للأستاذ محمود من وقت ما كان في مدينة بورسعيد. وقفة تضامنية لنقابة المهن التمثيلية مع أهل غزة. نشحن نفسنا ونشوف إيه الطرق اللي ممكن تبقى مؤثرة. المعونات لازم تخش للناس. مريم فارس بتساند شقيقتها بحفل توقيع كتابها. هذا الكتاب أنا بعرف قدي صار لحب تنزله وحب تخلصه. سر إبعاد مريم فارس عيلتها عن السوشيال ميديا. ما بدي إياهن يحسوا بالتميز. بدايتنا رح تكون من المملكة العربية السعودية، حيث انطلقت تاني ليالي الغناء بالفصحى على مسرح أبو بكر سالم بأعذب القصائد العربية. شارك فيها نجوم كبار مع مجموعة من الفنانين الصاعدين يلي تميزوا بأدائهم بالفصحى. وأمتعنا بهالليلة الفنان كاظم الساهر، جاهدة وهبي، وأروى السعودية. طلبوا مجموعة أغاني الله يكون بعوني. هيك مازح القيصر جمهوره بثاني ليالي الغناء بالفصحى، فأكيد الجمهور ما في ما يطلب روائعه، فقدم مجموعة من أروع القصائد التي تحظى على إعجاب الجمهور، وأبرزهم أحبيني ومدينة الحب. وميز القيصر الحفل بغنائه أجدد أغاني جاءت معذبتي، وأعرب عن سعادته بتقديم أغنيته الجديدة، مشيراً إلى أن الأغنية عبارة عن باقة ورد رومانسية. واستمراراً لدعم المواهب الشابة، شاركت الفنانة أروى السعودية في مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة، ولكن يبدو أنها استمتعت أكثر بحضورها الحفل مع قيصر مثل الجمهور. أنا من معجبي كاظم الساهر، أحب أغانيه وأحب الكلمة اللي اختارها، أحب ألحانه، أرى أنها ملحمة كذا، ملحمة فنية. حفلة رائعة على جميع المقاييس الحمد لله، جمهور رائع متذوق. اكتملت ليلة حفل الغناء بالفصحى بصوت الفنانة جاهدة وهبة. فينا نقول إنه الجمهور اتسلطن بصوتها العذب كالعادة مع أجمل أغاني وقصائد الشعر العربي. 100 مليون دولار، هيدا الرقم كان أجر النجم توم كروز بفيلمه توب غان مافريك. فمنلاقي إنه نجوم هوليوود بيتقاضوا أجور مختلفة، وبيتنافس نجوم الشباك على زيادة عدد الأصفار بأجرهم، وهيدا بيتوقف على إيرادات أفلامهم. لهيك حبينا ننقلكن مين هن النجوم الأعلى تقاضياً للأجر. بنبلش القائمة مع صاحب 48 عام خواكين فينيكس. تم اختياره من قبل شركة وورنر براذرز ليلعب دور أشهر دي سي فيلينز آرثر فليك المعروف بذا جوكر. عام 2009 تم التعاقد على أجره وقتها ب 4.5 مليون دولار، لكنه أثبت مهارته التمثيلية يلي جعلت الفيلم يحصد أكثر من 1 مليار دولار في شباك التذاكر، وهذا مهد الطريق لشيك أجره الجديد يلي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي للجوكر الجزء الثاني. ويبدو أنه عالم مارفل بيزيد من قيمة شيك أبطاله، بيرافق خواكين بهالمرتبة النجم توم هاردي. فمنذ ظهوره بمارفلز فانم فرانشايز ارتفع شيك بطل الأجزاء الثلاثة الآن بقيمة 20 مليون دولار. We are
كمان كريس هامثورث صاحب شخصية ثور ارتفع راتبه بسرعة كبيرة من 122 ألف دولار أمريكي إلى 20 مليون دولار دفعتهم نتفليكس له مقابل فيلم إكستراكشن. بنروح لدوين ذا روك جونسون يلي انتقل من مصارع إلى أحد نجوم السينما الأعلى أجراً في هوليوود بعد أن أصبح لأول مرة سوبر هيرو ضمن عالم وارنر براذرز، فحصل على شيء قدره 22 مليون ونصف دولار أمريكي ليكون بدور بلاك آدم في دي سي كوميكس. بننتقل إلى الاسمين الأشهر بهوليوود، براد بيت وليوناردو دي كابريو. فبعد اجتماعهم بفيلم Once Upon a Time من هوليوود عام 2019 وصل شيكهم الآن إلى 30 مليون دولار عن آخر أعمالهم. وبرغم الجدل يلي صار بحياة النجم ويل سميث إلا أنه عاد إلى الصدارة بفيلم Emancipation، بل وتلقى أجر كبير كمان عن هالدور ليثبت للكل أنه مكانته ما تغيرت بفضل موهبته التمثيلية، ليصل أجره الآن إلى 35 مليون دولار أمريكي. أما النجم توم كروز فتصدر قائمة مشاهير هوليوود الأعلى أجراً بفارق ضخم، فمع أنه لم يتلقى سوى 13 مليون دولار عن دوره في فيلمه توب غان مافريك إلا أنه قام بمساومة ذكية كشفت عنها مجلة فرايتي، إذ اختار كروز التضحية بأجر كبير مقابل نسبة من إجمالي إيرادات التذاكر يلي وصلت إلى مليار ونصف دولار، مما سمح بأن يصل أجر كروز عنه إلى 100 مليون دولار قابلة للزيادة. وهيك بنتعلم من نجومنا درس كتير مهم، وهو إنه اختيار الأدوار أهم من اختيار رقم الشيك. And we just have to trust the process. بعد الفاصل الفنانين والأصدقاء بيشاركوا كثارة الخليج احتفالة بألبوما تكريم الراحل محمود ياسين بحضور أسرته. من بعد ما احتفلت شركة روتانا بتوقيع ألبوم الأرض للفنانة نوال الكويتية، تم تنظيم احتفال آخر بالألبوم وبالفنانة نوال بحضور مجموعة من الفنانين والأصدقاء يلي شاركوها فرحتها. خلونا نشوف سوا كيف كانت الأجواء. احتفلت الفنانة نوال الكويتية بنجاح ألبومها الجديد الأرض وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء يلي حبوا يشاركوها النجاح الكبير للألبوم يلي تولت إنتاجه شركة روتانا. وفواز دايما ما يقصر معاي، وبو ناصر صلى يطول بعمره دايما ما يقصر معانا، هي الترفيق دعم الكل يعني، وأنا معاي بصراحة يعني أي شيء أطلبه ألقاه موجود. أنا هني بين أهلي وبديرتي ومعززة ومكرمة، مبسوط جدا بهالأجواء الطيبة، وعسى الله يديم كذلك هال الجمعات الحلوة يعني بين الفنانين. احنا من عشاق نوال وننتظر دائما يعني على نار اي انتاجات تصدر من نوال والجروب اللي معاها دائما المبدع. اكثر انسانة فرحانت لها انا، يعلم الله، انا وعبد الله الجبر واميرة محمد، احنا مرة فرحانين لها كثير لانها صارت جزء مننا لا يتجزأ، وهذا اليوم اصلا محدد وهي ما تدري قبل تدشينا روتانا امانه. فنوال مو ما تستنى شهادتنا بس تستاهل اللي يصير، تستاهل اللي صار لها الحين والحضور المتواجد لها، هذا من محبتها مش من فضل لنا. تجمع مميز، مبسوطين فيه كلنا، والتقينا برضه في ناس احنا ودنا يعني نلتقي فيهم من زمان لولا اشغالنا ويعني وعملنا، فبالعكس يوم جميل جدا مبسوطين يعني. نوال الكويتية اعتقد التقاء النجمين حيعمل حدث كبير مهم. الالبوم جديد جميل جدا وتنظيم رائع جدا لافتاح، بتمنى لهم التوفيق. عبد الله جمايل علي كثيره مش بس هذا اليوم، فما ادري شو اسوي. تجمع رائع، ديكورات ولا احلى، هذا ذوق عبد الله طبعا دائما، انا احب ذوقه جدا. يعتبر ألبوم الأرض لنوال هو عودة لها لطرح الألبومات من بعد غياب منذ ألبوم الحنين عام 2019، وبيضم هالألبوم 15 أغنية متنوعة وألحان مختلفة بأكثر من أسلوب، منها الكلاسيكي ومنها الحزين. الحمد لله والشكر، فعلا قاعد ألمس النجاح وأشوفه من الناس لما أطلع أي مكان، أصحابي، تلفونات اللي تيني، جمهوري،
يعني هذا الشيء يسعدني ويعزز ثقتي أكثر وفي نفسي وفي جمهوري وفي أعمالي اللي أنا أقدمها. يعني جمهوري هذا الوقت اللي انطرد طويل يستحق ألبوم مثل ألبوم الأرض. فكرة الألبوم الصورة جدا رائعة وروح نوال موجودة في الأغاني كلها كالعادة، يعني زي ما عودتنا نوال، يعني أنا في السيارة لازم أسمع، قاعدة أسمع عجبتني أغاني اثنين رائعة، على وين والمسباح. الله الله. أنا بالفعل يعني قاعد أسمع الحين فصفص ألبوم الفنانة نوال. أصلا الألبوم أنت ما تقدر تقيمه خلال فترة وجيزة لأنه فيه شغل دسم، شغل أنا أتوقع يعني عمر الألبوم ما أقل من 3-4 سنوات من الأفكار من ال... سمعتها، النص جميل، ألحان طبعا الموسيقار أستاذنا ناصر الصالح، ألحان كانت جميلة، وطبعا اللي زينها وجملها زيادة أداء فنانتنا الراقية نوال. يعني صراحة ودتني عالم ثاني، كلام مميز ولا قصور في باقي الألبوم، بس أنا أتكلم يعني كان طبع أول عن أول أغنية سمعتها. هزة أرضية، هذا مو ألبوم أرض، يعني الأرض قليل بس هزة في الأرض، الصلاة على النبي الله لا يضرها. وبعيدا عن أجواء الاحتفال كان لازم نعرف منهم شو جديدهم. أو أكيد إن شاء الله راح نسوي حفل مثل ما قال فواز شهر 12، بس ما راح نقول شنو فيه، أكيد فيه مفاجآت إن شاء الله. في أغنية سعودية إن شاء الله قريب بنغني بنزلها، بس يجي الشتاء يزين نطلع البر وننزلها. وعندي أنا قاعدة أحضر واحد لاين إن شاء الله قريبا حيكون أونلاين إن شاء الله، في صدد طرح أغنيتين إن شاء الله خلال الأيام القادمة القريبة إن شاء الله قريب. يعني تقريبا خلصنا، نقول يعني نعطيه بس هذه فترة التلميع، الحين نشوف نسمع وش اللي ينزل وش اللي ما ينزل. في ألبوم من 16 أغنية، بس أنا أتمنى أنه يكون خفي قبل ما يطلع في السوشيال ميديا، لأنه حكون سربتها أنا ما أبغى أسرب. ومنروح على مصر وتكريم الراحل محمود ياسين من قبل المركز القومي للمسرح والموسيقى. وخلال وجودنا هنيك التقينا بعائلته يلي عبروا عن سعادتهم بهالتكريم، بالإضافة لمواضيع تانية تطرقوا إليها. مسيرة حافلة امتدت 50 عام، قدر من خلال الفنان محمود ياسين إنه يقدم حوالي 160 فيلم و 68 مسلسل بجانب أعماله المسرحية والإذاعية، ولهيك استحقوا عن جدارة هالتكريم يلي جاء تزامناً مع حلول ذكرى وفاته. اختيار هذا الصرح العظيم مسرح القومي اللي هو بيمثل الحلم الكبير كان للأستاذ محمود من وقت ما كان في مدينة بورسعيد، وعاش فيه فترات طويلة جداً وقام بإدارته في فترة من الفترات أيضا. ما بدخل كل حتة في المكان هنا في المسرح القومي بتأثر قوي، وهو عايش كنت بقى متأثرة بأن هو يعني خرج من المكان ده وهو كانت بداية انطلاقته للسينما، وهو ده اللي شهد نجوميته. أستاذ محمود له تأثير كبير جدا في كل جمهوره ومحبيه، وكل من اتعامل معاه قد إيه كان بيحبه وبيقدره، كانت مظاهرة حب يعني أكتر منه تعبين. يعني الأستاذ محمود ياسين هو رمز من رموز الفن المصري، وقدم الكثير سواء للمسرح المصري سواء للسينما للتلفزيون. كان عظيما وكان أستاذا عظيما، وقدم الكثير لأبنائه وطلابه، كان أب يعني أب روحي لي في مهنة التمثيل. واجتمع الجميع على حب الراحل محمود ياسين سواء أفراد أسرته أو أصدقائه، فوصفوه بأنه شخصية فريدة من نوعها ولن تتكرر مرة أخرى فنياً أو إنسانياً. محمود ياسين الإنسان، وهذا هو الأهم، أنه إنسان جميل، إنسان طيب، إنسان محترم، كان متواضعاً جداً رغم نجوميته الكبيرة. محمود ياسين كان رجل محب لبيته قوي، يمكن مش عارفة أكيد الناس حاسة ده لأنه حافظ على بيته طول عمره، محب لأولاده، الحماية والأمان والحنان والأبوة، حاجات كتير قوي. أكتر ممثل في تاريخ السينما المصرية قدم أعمال عن حرب أكتوبر، أعتقد حوالي 8 أعمال، ف
اكتوبر شهر دايما كان بيرتبط بالنسبه للاستاذ محمود ياسين ان هو دايما نشعر ان الاستاذ محمود يجي شهر اكتوبر ليه هو مشغول جدا وعنده لقاءات كتير واحتفاليات كتير ارتبط دايما عنده بشيء مهم وكان من برضو القدر انه توفى برضو في هذا الشهر يعني. بس يا ترى هل راح نشوف عمل قريب بجسد السيرة الذاتية للراحل محمود ياسين؟ لا والله ما فضلتش ده لان زي ما بقولك الحتة السيرة الذاتية دي انا بحس انها يعني مش بتفيد اللي بيتعمله السيرة الذاتية قوي ولا بتفيد الفنان يا عيني اللي بيعمل ده لانه دايما بيتقارن بيه فيقول لك لا مش شبهه لا مش جايب روحه لا. محمود ياسين سهل ممتنع على قد ما هو شبه كل المصريين على قد صعب ان حد يعرف يقلده او يجيبه او يقرب حتى من شخصيته او يقرب حتى من صوته. بعد الفاصل تضامن الفنانين مع أهل غزة. هل رح نشوف مريم فارس وشقيقتها رولا بعمل جديد عن قريب؟ أعمال فنية ناجحة جمعت الفنانة مريم فارس وأختها الكاتبة رولا فارس، ولهيك حرصت مريم على دعم أختها بحفل توقيع كتابها الجديد حكي مش موزون. نحن استغلينا تواجدهم مع بعض لنعرف هل رح يجمعهم عمل جديد عن قريب. دعم الأولى يعني رولا حدا نقطة ضعف بالحياة، هي صديقة دربي ومشواري من إدارة الأعمال إلى الشعر. نقلت رولا فارس أفكارها وخواطرها إلى كتاب بعنوان حكي مش موزون، والكاتبة بتكون أخت الفنانة مريم فارس ومديرة أعمالها. في كتير حكي مش موزون بهالأيام، إجت تسمية الكتاب. بتعرفي وقت الواحد بيكون في عنده مشاعر كتير قوية، شو ما كانت المشاعر، حب، غضب، غيرة، وقت تكون مشاعر كتير قوية وبدك تعبري عنها ما بتحكي منطق، تحكي بيكون حكيك أوقات مش موزون. هيدا الأساس حطينا اسم الكتاب حكي مش موزون. للأسف إنه ما بقى في كتير ناس عم تقرأ، حتى جيلنا الجيل القديم يلي كان يحب يمسك كتاب صار عم ينسى إنه في كتاب ممكن يمسكه. يعني بركة وجودنا هون بالمعرض ونحن قصرينا إنه نعمل الافتتاحية أول شيء بالمعرض كرمال شجع كل العالم تجي تشتري كتب وترجع تقرا، ونشجع الجيل الجديد يلي بقول لك انا ما بدي اقرا وما بحب امسك كتاب انه يمسك كتاب. هلا الحلو انا بكتابي كمان فايته شوي التكنولوجيا، عاملين تحت كل عنوان بتلاقي في كيو ار كود بتعملي سكان فممكن تسمعي الحكي يلي عم تقريه. ومن الطبيعي انه تشارك النجمه مريم فارس اختها فرحه اصدار كتابها الاول. دعمي الاولى والدليل على هذا الشيء هلا هي واصله بعد شوي. يعني رولا حدا نقطه ضعف بالحياه، هي صديقه دربي ومشواري. وينك تروحي؟ خليك حد نحن يعني درب العمر مشينا مع بعض انا ورولا، وهذا الكتاب انا بعرف قد ايه صار لحب تنزله وحب تخلصه، وبما انه اشغالنا كثيره ما كانت عم تقدر، فبحس انا بالذنب اوقات انه من وراي تاخر الكتاب، بس معلش شيء هذا الكتاب نزل شيء بدعي كل الناس تقريه لانه بيعبر عن احاسيسنا مشاعرنا الحقيقيه اللي بنبقى حاسينها بينا وبين حالنا بس مش قادرين ان نعبر عنها او نفسرها. اجت رولا فسرتها بطريقه كتير سلسه. كمان شفنا رولا بتجربه تاليف الاغاني مع مريم من خلال أكثر من تعاون، وآخرهم أغنية توكا تاكا بمونديال قطر 2022. لك الأغاني شيء مختلف غير عن يلي كتبته بالكتاب، بتعرف الأغاني في عندها أسلوب خاص للكتابة، وكتابة الأغاني هواية عندي، ولا مرة احترفتها ولا مرة رح احترفها لأنه رح تضل هواية. وبس هيك، ووقت اللي بدها تطلبوا عبالة وطلع براسة موضوع معين أنا هون ودغري بكتب لها. أكيد من أجمل الأغاني وأحب الأغاني على قلبي ماشي براحتك رولا كاتبتها من بعد محاولات عدة مع شعرة إنه أوصل للكلام اللي أنا بدي إياه ما كنت أوصل، وكان أول تجربة لها بكتابة الكلمات الأغاني وصابتها كأنه يعني قالت اللي بقلبي اللي أنا بدي إياه، وصار في أكثر من تعاون أنا وياها في قصص جاية على الطريق.
حبينا ناخذ مريم فارس بعيدا عن أجواء توقيع الكتاب لنعرف منها كيف قدرت أن تحقق نجاح كبير بالوطن العربي والعالم، وقربنا منها أكثر لنعرف كيف هي علاقتها بأولادها. الفنانة اللبنانية مريم فارس أثبتت موهبتها الاستثنائية في الغناء والاستعراض خلال السنين الماضية، وقدرت تكون مختلفة وإلى سيجنتشر خاص ميزتها بين أبناء جيلها، وهيدا الشيء كان من أسباب نجاحها الكبير مش بس بالوطن العربي ولكن بكل العالم. أنا عندي هدف كان محدد ووصلت له، هدفي كان إني أجمع من أنا وصغيرة، كان هدفي أجمع بفني كل الدول العربية. أسأل أهلي ليه ما منسافر على غير بلدان عربية بلا ما ناخد فيزا. بعدين ربى عندي هالشي إنه أنا بس بدي صير غني، لأن أنا كنت عارفة بحالي بدي أطلع مغنية من أنا وصغيرة، بس صير غني بدي أجمع بفن الدول العربية، بدي غني تراث وحضارات. من بعد ما حققت هذا الحلم، حلمي كبر وصار ياريت فيني طلع الفن تبعي الموسيقى تبعيتي لأكثر من حدود الوطن العربي. هيدا كان حلمي وحققته وكتير مبسوطة. هيدي هي المارك من أول ما بلشت بالفن، كانت هيدي رسالتي، إذا بدي ما بدي إلا مارك لأنه هو منه ستيل، هي رسالة حقيقية وأنا نجحت فيها بعبر هالعشرين سنة. بعتبر أني نجحت فيها لما بلاقي بحفلاتي من كل الدول العربية والكل عم بيغني كل اللهجات العربية، أنا هيدا اللي كان بدي إياه. وأنا اليوم معكم عم تحملوني مسؤولية كتير كبيرة، كنت بتمنى يكون مكتوب أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية من الجيل الجديد، لأنه سبقتني فيروز، سيدي فيروز. نجاح ميريام الكبير دفع نتفليكس إنها تنتج لها فيلم وثائقي حمل اسم الرحلة، يلي كان بيرصد معاناة ميريام أثناء الحجر الصحي، ومن خلال الفيلم شاركت جمهورها ما عاشته أثناء فترة حملها في طفلها الثاني والعزل المنزلي. فهل من الممكن إنه نشوف كتاب عن قصة حياتها؟ كل إنسان إذا بده يكتب قصته، كل إنسان قطع بالأبس أند داونز بحياته، سو ما بعرف يمكن بعدين بس يجي نهار هيك. ميريام محبة للقراءة منذ الصغر، لهيك حرصت أن تنقل هالهواية لأولادها، يلي كمان عرفنا شو سبب عدم ظهورهم معها على السوشيال ميديا. أنا كل يوم لأولادي بقرأ، لو حتى الصغير بعد لا بيعرف يقرأ ولا بيعرف يميز الأحرف، بس لأنه اختبرت مع جيدن الابن الكبير، بلشت معه من هو وكان عمره سنتين حتى أقل، قعدوا بحضني وافتح الكتب وحط أسابيعي على الأحرف ونصير نقرأ، بيصير الولد يخزن كلمات بلا ما تحسه، يعني بيصير إذا بتقري له نفس القصة على مدة جمعة اليوم السابع بيصير يفلت كلمات. عندي علاقة مع الكتاب قوية، نقطة ضعف الكتاب إذا بدك. جيدان وقتها فات على المدرسة وقفت حط له صور وفيديوهات، وديف هلا أول سنة مدرسة، من وقت ما بلش المدرسة وقفت، لأنه هن خلاص صاروا منفتحين للمجتمع للعالم، ما بدي إياهم يحسوا بالتميز، لأنه أوقات التميز بضر أكثر من ما إنه هو بفيد، فأنا عم بحترم خصوصيتهم للأولاد بهذا الشيء. بمشاركة عدد كبير من الفنانين، نظمت نقابة المهن التمثيلية وقفة تضامنية مع أهل غزة. نحن التقينا بمجموعة من النجوم يلي أعربوا عن حزنهم واستنكارهم للي عم بيصير على الأراضي الفلسطينية. يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين، احنا معاك اليوم الدين. احضروا معانا الوقفة الاحتجاجية الفنانين. موطني موطني، قلبنا مع الشعب الفلسطيني، شعب فلسطين الصابت البطل الجبار، كل الاحترام والتحية للشعب الجبار. قلبنا معاكو، انتو صحاب قضية. فلسطين عربية. الدمار الكبير يلي عم يعيشه أهالي مدينة غزة أثر كتير بالعالم، ولهيك النجوم حرصوا على دعمهم واستنكار ما يحدث في الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع فلسطين يلي نظمها نقيب المهن السينمائية أشرف زكي. مفيش شعب كده، مفيش شعب قادر إن هو يصمد بالطريقة دي. إحنا بنحسد
قوتك وعظمتك. ما في كلام بينقال غير انه احنا طبعا بندعي لهم طول الوقت وبنقول الله يربط على قلوبهم، الله يصبرهم، الله ينصرهم، واحنا معكم اكيد اكيد احنا عم نتألم لألمكم. هتظل حرة، المسجد الأقصى يعني القبلة لكل العالم، مسلم ومسيحي مستنيين إن شاء الله بإذن الله هنصلي في الأقصى، وبإذن الله فلسطين حرة ولا بديل عن غزة، ومش هيحررها غير أهلها. نفسي نعمل عمل فني بجد بجد بيناقش القضية من 48 وما قبل كمان، يعني نفسي ده مهم قوي زي ما الغرب بيخاطبني أنا كمان لازم أخاطبه. يعني الفن هو القوة الناعمة، هو ده اللي في ايدي انا اعمله زي الصحفي في ايده القلم. في تعتيمات طبعا كتير قوي، في حقائق كتير جدا ما بتبانش، وهو ده دورنا سواء على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا بقت بتطلع للعالم كله. بحيي صمودهم، بحيي كفاحهم، دعوتي ليكم اوعوا تتحركوا من ارضكم، ارضكم ملككم، لو سبتوها مش هترجعوا لها. حاسين بيكم، فلسطين في القلب طول العمر، احنا 75 سنة زيكم بالظبط، زعلانين من كل القهر والقمع اللي انتوا بتشوفوه. اقول لهم قلبي معاكم، وان شاء الله بإذن الله فلسطين هتتحرر، وغزة ليكم، وارضكم هترجع لكم، وقلبي معاكم. كما انهم وضحوا الموقف الصامت يلي اتبعوه بعض النجوم. قولوا للعالم لأصدقائك في كل حتة، هي دي الحقيقة، هي دي الصورة، دول أبرياء. الناس ما يعرفوش ان في عقود، والعقود دي فيها شروط، والعقد ده اكيد ممنوع دخولك في السياسة، كل القصص دي. احنا ليه بنشكك في بعض؟ على فكرة مش شرط خالص ان انت تكتبي، على فكرة انا كتبت بس انا ممكن ما اكونش كتبته وقاعدة منفعلة وقاعدة مركزة، عشان مش الكتابة هي اللي هتفرق. ما مش وقت الكلام الفارغ ده دلوقتي بتاع ده، مش اطفال يعني، كل واحد حاسس، وكل واحد كل واحد ليه طريقة تعبير. الجلال والجمال، نتمنى من كل قلوبنا السلام لكل أهالي فلسطين. موطني. وهيك بتكون انتهت فقراتنا لليلة من عربود، ويلي كان فيها كاظم الساهر يتألق بتاني ليالي الغناء بالفصحى، حفلة رائعة على جميع المقاييس الحمد لله. مين هن نجوم هوليوود الأعلى تقاضياً للأجر؟ احتفالات كثارة الخليج بألبوم الأرض ما زالت مستمرة، وفواز دايماً ما يقصر معاي، وبو ناصر صلى يطول بعمره دايماً ما يقصر معانا، هي الترفيق دعم الكل يعني. المسرح القومي يكرم اسم الراحل محمود ياسين، المسرح القومي اللي هو بيمثل الحلم الكبير كان للأستاذ محمود من وقت ما كان في مدينة بورسعيد. وقفة تضامنية لنقابة المهن التمثيلية مع أهل غزة، نشحن نفسنا ونشوف إيه الطرق اللي ممكن تبقى مؤثرة، المعونات لازم تخش للناس. مريم فارس بتساند شقيقتها بحفل توقيع كتابة، هيدا الكتاب أنا بعرف قدي صار لحب تنزله وحب تخلصه. سر إبعاد مريم فارس عيلتها عن السوشيال ميديا، ما بدي إياهم يحسوا بالتميز. انتورونا التنين بنفس الموعد، كونوا كتار، وباي باي.